والله ما سيام حد يفحل قعدت يا طوخ. ايه ده؟ ده دول من اللي احنا فيه ده. دول ما لهمش دعوه. احنا بنعلي صوتنا لناس كلها بتسمعنا. احنا عارفين ان الناس دي ما لهاش دعوه. احنا عارفين ان الناس دي الناس تشوف لنا حل. الناس تشوف ما حدش يرضى لو اي حد في العماير دي. كل العماير دي قررت المشروع ده لا يصبح بعد الخراب اللي احنا شفناه. سجلي سجلي الخراب اللي احنا شفناه ده. عيالنا جالها ضع ما بنروحش مدارس. ما بنروحش مدارس وقاعدين في الشوارع متلطمين. مستقبلنا كله ضاع. الناس دي مالهاش ذنب. عيالنا مالهاش ذنب. الناس دي مالهاش ذنب. يقولوا احنا الناس اللي مالهاش ذنب. طب خش جوه بقى. يلا يلا خش جوه يلا.